الكلاب والقطط ورثت ملايين الدولارات في أمريكا. نعم، كما سمعتم، فعدد كبير من الأمريكيين الذين لا ينجبون أبناء يتركون ميراثاً ضخماً لحيواناتهم الأليفة، وهذا بحسب تقرير لوول ستريت جورنال. وحتى بعض من لديهم أطفال باتوا يكتبون وصاياهم ويتركون جزءاً من ميراثهم لدور رعاية الحيوانات للاهتمام بكلابهم أو قططهم. فمثلاً منحت وريثة سلسلة الخيال العلمي ستار تريك حيواناتها الأليفة أكثر من 3 ملايين دولار، في حين تركت وريثة جيل بوزنر لكلابها 3 صندوقاً ائتمانياً بقيمة 3 ملايين دولار، مع الحق في الاستمرار في العيش في قصرها بعد وفاتها. تعتبر الحيوانات الأليفة جزءاً من العائلة في الولايات المتحدة، خصوصاً للذين ليس لديهم أطفال، الذين يعوضون ذلك غالباً بالقطط والكلاب، وهؤلاء في ازدياد مستمر. فقد كشف تحليل أجراه مركز بايو للأبحاث في يوليو 2024 أن 20% من البالغين في أمريكا الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً أو أكثر ليس لديهم أطفال. أخبرونا، هل تعتقدون أن الكلاب والقطط لها الحق بالميراث مثل الأبناء؟